تاكيدا على كلام حضرتك، هو الخطوبه ما ينفعش باي حال من الاحوال تبقى اقل من سنه، لان في ناس بتتجوز بسرعه. اقل من سنه ليه؟ لان انا لو همثل او هعمل تصرفات حتى كويسه، سواء العيله او العريس نفسه او حتى العروسه، مش هيعرفوا يمثلوا سنه. يعني دايما بتحصل حاجات في النص طبعاً بتبين مواقف، فسنه او سنه واكتر ده بيديني فرصه ان انا اشوف انا هعرف اعيش مع العيله دي ولا لا. صحيح. المستوى الاجتماعي، ما اقصدش المادي، الاجتماعي، دماغنا زي بعض ولا لا، طريقه الاكل الشرب مهم جدا، زي ما مثلا اهل العريس بيجوا بيت العروسه، برضو العروسه تشوف البيت. صحيح. الحما بتتعامل مع زوجها ازاي، بتتعامل مع اولادها ازاي، ولو في حد متجوز بتتعامل معاه ازاي. يعني ساعات الزوج يعني، او نقول لحضرتك بتقولي مثلا الولد وحيد، ساعات بيبقى مش الولد الوحيد بس الولد الحنين، الولد اللي بيعمل لها طلباتها، فتبدا تحس ان انا هفقد حاجه كبيره. واجب على البنت ان انا اطمنها، وفي نفس الوقت لو انا شايفه ان الموضوع فيه تسلط زياده عن اللزوم وانا مش هقدر اكمل، برضو نرجع نقول البنت هي اللي بتحدد.